ناخد بقى الهاند هيلد داينامومترز من اسمها ان انت بتمسكها بالهاند، وبرضه عشان تقيس الماسل ميجر الماسل فانكشن. طبعا بيختلف من طريقه لطريقه، من وحده لوحده، ولكن الابلكيشن بتاع الماشين دي كلها ايه؟ كلها واحده. ازاي الماشين ديت ترانسليت الفورس اللي هي فيها اللي انت هتضغط بيها على الجهاز الى يونت، الى وحده قياس. فهي ده الاختلاف اللي بينهم، ولكن هما المود بتاعت الابلكيشن او الطريقه بتاعت الابلكيشن كلها ايه؟ كلها واحده. طبعا العيان بيمسك الجهاز between the hand او limb to be tested then perform break test، يعني بيجرب الجهاز الاول. وخلي بالنا احنا كنا بنعمل بالجهاز مره عشان ايه؟ العيان يجرب، وبناخدش القراءه دي في الحسبان، لكن ممكن بعد كده يعمل لنا ثلاث مرات وممكن ناخد الافرج. طبعا most of the force of the patient pushing against the device، معظم القوه اللي العيان بيضغطها against the device that translated linearly to oil filled chamber to press or strain the goal. بمعنى العيان بيضغط، القوه ديت بتاعت ضغطه العيان بتخش على مثلا oil filled chamber، يعني حجره كده فيها اويل او حاجه، عشان اما ضغط تنضغط عليها او ينشد عليها، ده اللي موجود في النص. فطبعا ضغط العيان عشان يطلع القراءه على المؤشر، يطلع القراءة على الفلويد اللي موجودة، يطلع القراءة على حاجة. طبعا عشان قوة العيان تتنقل وتطلع بريدنج، ففي لإما تتحول جوه الجهاز أو جوه الجوك ده عن طريق بريشر إنه ينضغط عليه، أو عن طريق تنشن إنه أنت تشد عليه. الكاليبريشن في الأجهزة ديت مهم جدا علشان قراءات ما تبقاش خاطئة، عشان إحنا بنعمل ميجرمنت. معظم الهاند هيلد ديفايسز اللي موجوده في الليتريتشر تعتبر كوميرشال افيلبل، يعني معظم الحاجات موجوده كوميرشالي، متصنعه كوميرشالي، داخله في السوق تشتغل. في بعض الحاجات ما تعملهاش فاليديتي وريلابيلتي، ولكنها ممكن تستخدم في ناس تستخدمها في كلينيكال براكتس، لكن كوميرشالي مصنعه. طبعا في كل الحاجات دي تبص عليها من بره كده شكلها ايه؟ ايزي تو يوز، وممكن تبقى ادابتبل لكثير من الايه؟ فرايتي اوف ميجرمنتس، وتديني في اللحظه قراءه للفورس عن طريق اما مؤشر، لا اما ديجيتال رقم بيظهر على الشاشه، لا اما حركه فلويد مثلا يتحرك على مؤشر زي كده ميزان الميه مثلا، تلاقي فلويد بيتحرك عشان يدينا قراءه. فطبعا شكلها سهل الاستخدام، ممكن نعمل بها فرايتي اوف ميجرمنتس، وبتدينا immediate force reading عن طريق المؤشر اللي انا قلت لكم عليه، عن طريق اللي ديجيتال رقم بيظهر وهكذا. زي ما قلنا الهاند هيلد ديفايسز لايك سترين جوج والكيبل تنشيومتر ليها بوتنشال كلينيكال يوز، اهميه في الكلينيكال براكتس، لكن الهاند هيلد ديفايسز بروبلي ار ليس ابليكابل، مش كلها، في بعضها ممكن ما يستخدموش، في بعض منها بيستخدم. احتماليه ان احنا تشتغل على عيانين اللي هم very limited force genetic capability بتبقى ايه؟ ما يقدرش العيانين ان هم يشتغلوا، الناس عندهم مش قادرين مثلا يطلع فورس، يعمل يعني يطلع تنشن، طبعا علشان الجهاز ده معتمد عليه، معتمد على ان العيان بيضغط قوه او بشد، فبيضغط على التنشيومتر اللي موجود في جوه الجهاز بيتحول لريد. اذا افرض العيان ذات نفسه القوه دي مش موجوده عنده، فطبعا هتبقى فيها ايه؟ هتبقى فيها مشكله، لان اصل ان المؤشر يتحرك ان العيان لازم يبذل فورس. نيجي مثلا العيان مثلا هيمبليجيا مثلا وهو في فلاسيد ستيج، هتقدر تقيس بيه؟ لا مش هتقدر تقيس بيه، لان هو ما عندوش فورس، لان احنا قلنا البدايه بتبقى من الناس اللي عندها فورس جينيتيك، اللي عنده قدره على اللي تقدر تشتغل، علشان الضغط بتاعته دي هي اللي بتتحول لقراءه. فاذا لو هم عندهم مشكله في الفورس زي الناس اللي عندهم بلاست ستيج بتاع الهيمبليجيا، مش هو قادر يحرك صوابعه حتى، ده مش نقدر نعمله او نقيسه بالايه؟ بالهاند هيلد داينامومتر. طبعا الهاند هيلد داينامومتر مش بياخدوها بس ان هي تقيس قوه الهاند جريب، لا ده ممكن بيستخدموها كانديكيتور لقوه الجسم كلها. الهاند هيلد داينامومترز ده اكزامبل من الحاجات. ادي واحد هنا العيان الجهاز اللي مشغال مع الثيرابيست ده بيستخدموه برضه عشان يقيسوا بيه الماسل تيستنج. يعني بس الماسل تيستنج هنا
مش هتبقى جريد واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، لا ده هيبقى الفورس اللي العين بيطلعها هتظهر على الجهاز بره بالنيوتن او بالكيلو جرام، يقول لك قوة العضلة بالكيلو جرام. طبعا الفاليديتي والرابيديتي بتاعتها يعني لحد ما يعني بدأت تبقى مقبولة، لان احنا عندنا برضو الجريدز بتاعه المصل تيست عبارة عن زي اوردينال سكيل اوف ليفل اوف ميجرمنتس، لكن هنا ده بيطلع لي قوة العضلة بديجيتال. كل ما هو يضغط اكتر كل ما يكون عندي القوة اكتر، فطبعا ده بيكون احسن من المانوال مصل تيست جريدنج. ولكن انت كثيرابيست ابسط حاجة تستخدمها هي الجريدز بتاعه المصل تيست علشان تقيم بيها وضع العيان ايه بالظبط عندك، عشان تشوف هل هو في تحسن للبروجرام بتاع اللي انت بتعمله ليه ولا لا. فلو انت معاك فلوس وعندك الحاجه ديت، وكل ما تكون مور اوبجكتيف وانت بتقيس العيان هيكون افضل. يعني انا مثلا لو العيان بتقيس له مثلا السترينث بتاعت البايسبس بير كي وطلعت النهارده 30 مثلا نيوتن مثلا، جيت بعد كده عملت البروجرام بتاعك لمدة اسبوعين وجيت قست تاني لقيت قوة البايسبس ديت 50، يبقى اذا معانا كده ايه؟ لا في تحسن، وهذا التحسن اوبجيكتيف والعيان شايفه، فممكن يحسن العيان او يشجع العيان ان هو يكمل معاك، هيشجعك انت برضه كمان او هيخليك شايف ان انت العلاج بتاعك جايب نتيجة ولا لا. طبعا احنا قلنا الهاند دينامومتر في حاجات اما جريب زي هاند جريب سترينث او بنش او بنش جريب سترينث، والبنش جريب ديت بتقيس الفاين موفمنت بتاعت الهاند. الهاند جريب تقيس لك الايه جروس موفمنت بتاعت الهاند، لكن لو انت عايز تشوف الفاين موفمنت زي الايه البنش جريب، وطبعا لما تاخد الفانكشن بتاعت الهاند هتعرف حته البنش مثلا اندكس مع الثمب عشان تعرف تكتب. طيب التكتب ديت هي عباره عن فاين موفمنت وبتستخدم سمول ماسلز بتاعت الهاند، فطبعا تبقى مهمه وانت بتحاول تشوف ما بتعمل مثلا بروجرام لعيان وعارف العيان ده تشوف ان هو يتحسن عشان يرجع يشتغل تاني. لو ما عندنا تيتشر مثلا بيمسك القلم وبيكتب حصل له مشكله في الهاند، فانت طبعا لازم تقيس البنش جريب علشان تعرف العيان بتاعك ده اللي هو التيتشر ده هيرجع يشتغل يمسك قلم ويكتب ازاي، مدى التحسن وكده. فلازم نقيس بالاضافه الى الجريب سترينث اللي هي الجروس موفمنت، وتقيس برضه في نفس الحاجه الفانكشن موفمنت او الفاين موفمنت عن طريق البنش. يبقى احنا قلنا الحاجات ديت بتقيس الايه؟ بتقيس الاوفرول هاند فانكشن، لكن لا برضه بتقيس الايه؟ قوه الجسم كله عن طريق الايه؟ الجريب سترينث، يقيس لك قوه الجسم كله، وده موجوده في الليتريتشر لو انت قريت. بعض الحاجات ممكن اكزامن البروجريس اوف ديزيز وتشوف الايفكت اوف ماتوريشن اوف ذا ماسل بيرفورمانس. طبعا الهاند جريب بتشوف البروجريس بتاع الديزيز في بعض العيانين، بعض الديزيز هي تقدر عن طريق قوه البريشر اللي هي بتاعت الهاند يشوف هل العيان ده بيتحسن او في عنده ريجريشن او هو في عنده بروجريشن او في الديزيز بتاعه ذات نفسه في بروجريس الديزيز. طبعا انتوا عارفين يعني انت ممكن تستخدمها انت تشوف مثلا العلاج بتاعك بيتحسن ولا لا، قوة العيان بتحسن ولا لا، ولكن انت ممكن تختبرها اذا كان الديزيز ذات نفسه هو بروجريسيف ديزيز. يعني ايه بروجريسيف ديزيز؟ الديزيز ده كده كده بيحصل تدهور لحالة العيان مع الزمن، بيحصل تدهور لحالة العيان زي مثلا عيان اللي هو المالتيبل سكلروزيس ده يعتبر بروجريسيف ديزيز، يعني العيان ده مع الزمن بيحصل له تدهور deterioration. او ممكن تشوف تاثير الماتوريشن على المصل بيرفورمانس، كل ما مثلا العيان يكبر في السن، طفل كبر عاد شاب عاد كده، هل المصل سترينث او الهاند جريب والبنش جريب دي بتزيد؟ لان طبعا كل ما بيكبر من طفل اللي هو اكبر كل ما بيكون ايه في ماتوريشن، فممكن تقيس الماتوريشن تاثير الماتوريشن على المصل ايه على المصل بيرفورمانس. طبعا زي ما انت شايف الهاند جريب بتقيس ايه؟ بتقيس الايزومتريك جريب، يعني بتعمل هول تقيس كل ما تعمل فكلها ايزومتريك، ما فيش ايزوتونيك ولا ما فيش كونسنتريك ما فيش اكسنتريك، فكما اللي بتقيس لنا الايه؟ الايزومتريك جريب. زي ما احنا قلنا معظم الحاجات دي جواها يعني احنا هنشوف اشكال كتيره دلوقتي للهاند جريب، فممكن حاجات بتعتمد على السبرينج السوسته اللي جواها، او في حاجه اسمها سترين بوك سيستم،
بيعتمدوا عليها علشان المؤشر يتحرك، عشان الفورس بتاعت العيان تتحول لريدنج ممكن الحاجه تكون اما جوك اما في كيبل جوه او سبرينج عشان ينضغط عليها او ينشد عليها يتحول الى الريدنج. لو بصينا للصورة ديت، ده جهاز الهاند جريب وهو بيضغط على جد ديت وبيتحول الفورس بتاعته اللي هي بتاعت الكمبريسيف فورس، بيضغط على حاجة في الجهاز جوك علشان يحول الفورس بتاعت العيان ديت الى ريدنج على المؤشر هنا وتطلع قراءة هنا عندنا. طبعا القراءة على الشاشة ممكن تكون طالعة بالباوند او طالعة بالايه بالكيلو جرام. ادي صورة تانية للجهاز اهوت، ادي هاند جريب طبعا تاني اهو ديجيتال اهوت، كل ما بيضغط هنا يعني الجهاز ده معتمد على هنا الضغط، يعني هنا ما بيشد كده بيحصل تن، يعني ايه بيشد على حاجه تمام عشان يظهر الريدنج على الايه على الجهاز. وطبعا لو شفنا القراءه ما بين الجهاز اللي هو راح رايت هتلاقي ارقام ومؤشر وانت بتشوفها بعينك، لكن هنا بيديك الديجيتال الرقم على طول قدامك فبتاخده زي ما هو مكتوب، فده اسهل في الريدنج. طبعا الجهاز الناحيه اليمين ده برضو هاند جريب زي الاولاني الثاني ومن نفس الشركه، بس الشركه طورته خليته ديجيتال تمام علشان طبعا الريدنج ايرور انت ممكن تشوفها على الجهاز تقول مثلا 25 باوند وممكن تطلع غلط يكون هي 26 باوند، فهو في ريدنج ايرور، فيفضل ان يكون الرقم ديجيتال زي ما انت شايف اهوت. وطبعا بعض الاجهزه تبقى متاح فيها ان هو يطلع حاجات كتيره، ان هو انت يقول لك قيس 3 مرات والجهاز بيحسب لك هنا على الديجيت على الشاشه هنا الناحيه دي الافرج بتاع 3 قراءات. الصوره ناحيه الشمال دي اللي ماسكها بصوابعه ديت نفس الفكره، ان هو بيقيس البنش جريب ما بين الايه ما بين الثامب وما بين الايه الاندكس ويشوف قوه البنش جريب قد ايه، لان هي بتستخدم كفانكشن. هتلاقي الفانكشن بتاعت البنش جريب اللي هو مثلا اي واحد بيكتب عايز الحركة ديت، فطبعا نتيجة للمرض في الهاند او نتيجة للسيرجري او نتيجة لحاجات معينة القوة دي بتضعف، فممكن معرفش يمسك قلم معرفش يمسك حاجة بالصابع فتؤدي الى فقد وظيفة. فطبعا انت بتعمل العلاج وبتقيس وتشوف بعد كده في تحسن ولا مفيش تحسن عشان تكمل العلاج بتاعك. طبعا دي صورتين تانيين، ادي صورة برضو للناحية دي اللي هو الكيبل تنشيومتر قبل كده اللي احنا كنا حطيناه وقلنا العيان هنا الوضع ده الوضع الاولاني كان العيان ماسك حاطه في رجله بشد، لا لكن هنا بقى العيان بيقف على الجهاز ده تمام، بيحط رجل هنا ورجل هنا وبيقف وبيحاول يشد يمسك كده بايده بايده بيرفع السوسته دي لفوق ويحاول يشد از ويبذل قوه جامده علشان المؤشر ده يتحرك. طب هو بيشد هنا على حاجه تمام زي التاني بالظبط، ديت ثابته يعني هو واقف على الارض مثبتها برجله واقف على هنا، طب فين السوسته هنا؟ السوسته هنا او الجزء ده، فالعيان لما بيرفع الصوره التانيه بتوضح حقيقه واقف برجله اهوت بيحاول يشد لفوق وهو بيحاول يشد فبيشد على ايه؟ على تنشيومتر موجود هنا تمام، والجزء التاني هو متثبت فالمؤشر بيتحرك وبيطلع لي ريدنج، وده معناها بيقيس قوة الجسم كله لأن هو بيرفع بإيده بجسمه بعضلات كله فبيقيس اللي إيه؟ ففي حاجتين، ده واحد بيقيس بيقف عليه برجله، الأولاني خدناه خالص ده كان ممكن رجل بس تؤدي إلى قوة الرجل، لكن هنا في الوضع ده لا ده بيقيس قوة البادي بتاعته كله، إن هو كل ما يرفع أكثر كل المؤشر يكون أكثر. ولكن المشكلة هنا في الحاجات ديت إحنا ما عندناش نورمال فاليو علشان نقيس عليها ان العيان ده هل العيان ده الرقم اللي هو جايبه ده تبع نورمال فاليو ولا اب نورمال فاليو، فده اسمه باك ليك تشيست دينامومتر اللي هو تنشيومتر برضه، لان موجود عليه على التنشن معتمد على التنشن اللي بيتولد عن طريق ان هو بيشد السوسته ديت فبيشد بيعمل تنشن على الجوجل اللي موجود ورا المؤشر ده فبالتالي بيتحرك الايه المؤشر.